السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقاؤنا يتجدد حول موضوع الإملاء وأسماء الإشارة. الآن سننظر إلى هذه الصور. هذا تمساح، هذان أرنبان، هذه قطة، هاتان غزالتان، هؤلاء أطفال. سنمر الآن إلى بناء التعلمات. ألاحظ وأكتشف، هذا جدول يبين لنا أسماء الإشارة. المفرد المذكر هذا، المثنى المذكر هذان، الجمع المذكر هؤلاء، المفرد المؤنث هذه، المثنى المؤنث هاتان، الجمع المؤنث هؤلاء. ثانيا أتمرن، المطلوب منكم أن تنجزوا تمرين أتدرب الصفحة 132 وترسلوه على الخط. نمر الآن إلى التطبيق. املأ الفراغ باسم الإشارة المناسب. الولد نشيط، ماذا نقول قبل ذلك؟ المعلمات نشيطات، الطفلتان تلعبان، تلميذة مجتهدة، الكلبان نمر الآن إلى الإملاء. هذا نص، قرأوه جيدا ثم املوه على أنفسكم وصححوا ما ارتكبتم من أخطاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.